السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ واش عرفتوا هذه الحلوة؟ الناس القدام ديال الزمن الجميل، شنو هي هذه الحلوة؟ هذه هي الكروكيت، حلوة قديمة، حلوة بسيطة، سهلة، هانتوما كتكون مقرمشة، هانتوما. عرفتي مقرمشة، مقرمشة بمعنى الكلمة، مقرمشة. أو شيشة أيام السبعينات، هانتوما شتو كي دايرة، وطلبوني عليها الناس، وخصوصا تلقيت شحال واحد السيدة في صويرة وقالت لي واحد الحلوة كانت قاصحة وكانت ديال الكاوكا، وكان زعما أيام الطفولة باش تحضروها لينا. هانا قلبت على الوصفة وهاني صوبتها، وحتى الشاف راه تذكرها وقال لي هي هذه، راه شتي الشكل ديالها بسيط ولكن المذاق ديالها راه واعر. مكونات سهله، ما كاينش شي حاجه غاليه، كتجي اقتصاديه ولكن بنينه، غتعجبكم وتعجب وليداتكم. يلا شاهدوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا التفاصيل والطريقه وتحضروها. السلام عليكم، باش نحضروا هاد لي كروكيت اللي طلبتوا منا بزاف، وصراحه من الوصفات القديمه اليهوديه الصويريه، من الوصفات الاقتصاديه ومن الزمن الجميل كذلك. غادي نحتاجوا جوج كيسان علبه ديال الدقيق، اي ما يعادل 200 غرام ديال الدقيق. غادي نحتاجوا كذلك كاس ديال الكاوكاو، هذا كاوكاو داك البلدي الصغير، حتى هو كاس علبه او 125 غرام. غادي نحتاجو كاس ديال السكر سنيدة 160 غرام، حيت كل كاس شحال كيعبر على حسب المادة اللي المادة أو المنتوج اللي فيه. هنا 160 غرام ديال السنيدة. عندي هنا 3 المعالق كبار ديال زيت المائدة أو ما يعادل 30 غرام، نص كيس ديال الخميرة الكيماوية. غادي نحتاج كذلك 3 البيضات، واحد الصفر ديال البيض غادي نحيدو حيت غادي نبغي ندير بيه لي كروكيت ديالنا، يعني غادي نحتاجو جوج بيضات وواحد بياض البيض. كلشي هاد المكونات غادي نخلطهم بخطرة وحدة. الطريقة ديال الخدمة ديالها حتى هي سهلة ماهلة. غادي نعزل واحد الصفر ديال البيضة، قلتلي غادي نحتاجو من بعد تكبات ليا بيضة كاملة. صفر واحد البيضة عزلتو، وغادي نكب هادشي اللي بقى، نزيد عليه السكر ديالنا السنيدة، وغادي نزيد واحد الحاجة أخرى، واخا ما درتهاش هنا غادي نزيدها، غادي نزيد واحد القبصة ديال الملحة، وحاجة أخرى غادي نزيدها واخا ما كانتش في الوصفة الأصلية، هو الكيس. عندي هنا كيس فانيلا، بسم الله، كلشي كيتحرك على فوا، كلشي كنخلطو. الطريقة ديالها بحال الحلويات البلدية التقليدية ديالنا. الزيت كذلك اللي هو 30 غرام، كاوكاو راه ما محمر ما والو، خلينا اخضر، ونزيد الدقيق اللي هو 200 غرام، كيس ديال الخميرة. نحركوه بيدينا او باي مغرفة، بسم الله. هانتوما غادي نحركو حتى يتشرب الدقيق
العجينة هكا كتكون رطبة. صافي غادي نخليها ترتاح واحد شوية تقريبا واحد 15 دقيقة. طبعا غادي نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح. العجين خليتها ارتاحت واحد شويه باش تشرب لينا، غادي نخليها جانبا. هانتوما من بعد ما ارتاحت لينا العجين كندهن يدي بالزيت وكنهز كميه هاكا راه طبيب كنعاودو نديروهم رقاق تقريبا فيهم سنتيم في العرض حيت هما راه غاديين كيكونو كيسيحو وكيكونو طوال. هما هادي هي الوصفة الأصلية والطريقة باش كانو كيديروها. هانتوما أنا كنحاول نسويها بشي حاجة. شتو العجين كي دايرة؟ فيهم سنتيم في العرض في القطر ديالهم وكيدالو طوال. كنبقى ندهن يدي بالزيت وكنبدا نرولي بها الخليط العجين. شتو كي كيكونو رقاق في الأول ولاني كيبداو يتفتحو. صافي أنا غادي نكمل بهاد الطريقة حتى نستف كلشي العجين. نستفها بهاد الطريقة ونرجع لكم. هذا صفر البيضه اللي خليت درت معاه واحد شويه ديال الماء، معلقه صغيره ديال الماء كنحركو وغادي ندهن به باش يعطيني داك اللون برونزي ديال الكروكيت. سخنت الفران على 160 درجة وندخلهم حتى يطيبو، حيت كاوكاو خصو حتى هو يطيب ويتقرمش من الداخل. لي كروكيت هما طابو من بعد ما دوزو 30 دقيقة على 160 درجة أو 150 درجة. اللي مهم هما خصهم يتحمرو من الفوق ومن التحت وداك كاوكاو يطيب على خاطرو بحال إلا كنطيبو الفكاس. هانتوما هذا هو الشكل ديالو، مبرونزيين مقرمشين. الشاف كيجات والله الا فكرتيني في الايامات ديال السبعينيات كنا كنشربو هادو مع شي 4 دريال ولا 6 دريال حيت هادو معروفين كانوا في السويرة قدام.
شفتها في الصويره هنا صراحه انا ما عقلتش عليها ولكن تحيه لواحد السيده لقيتها في الصويره في واحد المحل تجاري ديال الحوايج وقالت لي عفاكم واحد الحلوه كانت قاصحه ومقرمشه وكانت كلشي دراس هنا في الصويره ديروها لينا هاني لبيت لك الطلب ديالك الا كنتي كتشاهديني انا كنت جل الصويريين ولا الناس كازا اللي تعرفوها هذه اللي كانت قديمه كنا تنشريوها بزاف في المحلبه وكتكون مكرمله وهذه كانت باش نذكركم كانت مع ديك الحلوه الحمراء ديال الاشعاع اللي كنت درت لكم هي هذيك ديال باليزي تكون فيها الكاوكاو تكون فيها ذاك الكاوكاو الصغير بسم الله ولا مقرفش تعطيني وعطينا اقتصاديه وسهله مكونات سهله بحال دابا هنايا 125 غرام ديال اللوز شحال خرج ماشي اللوز الشفاف الكاوكاو خرج 24 بياسه هي 24 بياسه وكتقام رخيصه يعني ماشي رخيصه ما فيهاش الزبده بسيطه على في الشكل ديالها ولكن بنينه بنينه زوينه فكرتيني في الايام الجميله يلا تحيه لك بعدا تحيه لك السيده الا شافت الفيديو تجاوبني بشي كومونتير باش نعرف انني لبيت لها الطلب ديالها وصراحه راه شحال هذه وحنا بغيناها وقلبنا على الوصفه ديالها وحنا حضرنا عليكم وهاد المره راه مادام لي صعوبات عم ماشي انا حيت قالت لي انا صويريه انا كنصاوب هاد الشيء اي هادو الحلويات حيت حتى السيدات هما اللي غادي يصوبوهم في ديو دابا حنا الاغلبيه العيالات اللي غادي يحطوا هاد الحلويات قال لك على السيدات تلقى مع رجل تيقول لي الشفره صوبنا هذيك الوصفه اللي درتي ايوا هادشي اللي بغينا ان كلشي صعوبه وتجيو مساهله ويلا اللي كيشاهدنا اول مره يشارك في القناه ينقر على الجرس يوصلوا الجديد وحطوا اعجاب حطوا تعليقات ديالكم الا حضرتوها جاوبونا في الانستغرام شاف اماني شاف لبنى انتقال انا غادي نبقى ديما نفكركم في ذوك الحلويات القدامى احنا غادي نحاولوا نديروا واحد السلسله ديال ذوك الحلويات القديمه اللي صراحه اللي ما بقاتش كاينه ولكن احنا نحاولوا نحيوها باش تبقى مسجله في اليوتيوب ومسجله عند الناس يحضروها خصنا التراث او الموروث ديالنا ما يضيعش يلا حضروها بالصحه والراحه غتعجبكم التقديم النهائي ديال الحلوى ديال الكروكيت يلا حضروها وجاوبونا وقولوا لنا الراي ديالكم يلا بالصحه والراحه